بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وبصبح على الإعلامية الكبيرة الصديقة والزميلة العزيزة رئيسة قناة دي ام سي، الأستاذة ريهام السهل. يا ريهام منورة الدنيا، وصباح الورد والفل والجمال عليك. ميرسي يا ابراهيم، وصباح الفل عليك وعلى كل الناس اللي شايفيننا دلوقتي، والعالمين منورة بصباح العالمين. انا على فكرة مبسوط قوي قوي بالكارير باث بتاعك ده، بقى اون سايد نوت بعيد عن ربنا يخليك. هنيجي نتكلم على العالمين ونتكلم الكلام ده كله، بس مبسوط جدا بالكارير باث بتاعك، ان انت اعلامية كبيرة. لا ولا كبيرة ولا لا حاجة، لا والله العظيم اعلامية كبيرة مقاما. يعني يعني طلعتي من التلفزيون المصري وخدتي مشوار كبير ومشوار مختلف وتفاصيل كتيرة، وقدمتي كونتنت مختلف في حاجات كتيرة جدا، وما شاء الله مميزة طول الوقت. شكرا. وعندك احترام ومصداقية، يعني واحساس الناس عندك او احساس الناس تجاهك طول الوقت ان في احترام ومصداقية عند ريهام السهلي، الى ان تبوأتي منصب رئيسة قناة دي ام سي. ربنا يخليك والله، ميرسي قوي. فكارير باث محترم ومشرف، الواحد يفتخر بيه ويبص بيه بصراحة. يعني جدا بجد اشكرك على الكلام الحلو ده، ويعني انا اللي لازم اشكرك، ومبسوطة جدا جدا ببرنامج صباح العالمين، سواء انت او لما، يعني عاملين شغل حلو قوي، وجوه مصرية مشرقة وحلوة، ويعني الحقيقة يعني الواحد يبدأ بيكوا اليوم، دي حاجة مفرحة. يعني الواحد يشوفكوا انت ولما الصبح كده، على الصبح فسبع ايام في الاسبوع، فكانت فكرة هايلة. صباح العالمين انا نفسي بستناه، وبحب اشوفكم، وبحب اشوف كل يوم جايبين لنا مين وعاملين ايه. فيعني بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك يا رب.